السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. تحياتي لكم جميعا وأشكر الجميع على المتابعة المستمرة والدعم. إذا كانت هذه أول مرة لك في القناة أهلا وسهلا بك، أتمنى منك الاشتراك. طبعا أنا أعتذر عن التأخر في الفيديوهات، صراحة أنا مشغول جدا، فيعني أتمنى منكم أن يعني تعذروني. الكل عنده مشاغل في الحياة والعمل، فأنا أعتذر يعني عن التأخير في الفيديوهات. قام أحد الإخوان الأصدقاء بالاتصال بي مؤخرا، وقام بسؤالي عن بعض الأشياء الخاصة باللورن رينجينج، وهو قياس بعد القمر عن طريق الليزر. هذه تجربة قائمة من الستينات حتى الآن، وهي تحدث بشكل يومي. وقام بسؤالي، يعني هناك عندنا بعض الأسئلة أو المفاهيم الخاصة في الموضوع، فياريت لو تساعدنا أو تجيب عليها. ثم قام بإرسال أحد المنشورات لبعض الإخوان المسطحين الذين يعني ينكرون كل أنواع العلوم. فطبعا من الأسلوب الموجود في الطرح، يعني يعرف الإنسان أن الشخص الذي يقدم هذا النوع من المعلومات شخص لا يملك معلومات، ولكن فقط يريد أن يشكك في معلومات الآخرين. طبعا هذا الشخص يعني لا أعرف يعني أنا ما الهدف عندما فقط تريد أن تحاول أن تشكك في معلومات الآخرين أو في مصداقية المعلومات الواردة من أي مكان آخر. فأنت لا تقدم معلومة، أنت فقط تقدم أنك يعني متحامل على القضية أو تحاول إنكار شيء موجود. ما شيء أنا أعتبره يعني مجرد إضاعة للوقت. على العموم، طبعا دائما عندما ترى سؤال مثلا كيف عرفوا شغلة، يعني مثلا كيف عرفوا أن الديناصورات عاشت من 65 مليون سنة، سأقول لهم أحد عن طريق استخدام النظائر المشعة ومعرفة عمر النصف وتفاصيلها. يعني موضوع شائك ومتقدم، لكنه ليس معجز، وعبارة عن مجرد معلومات يعني يستطيع أي إنسان أن يحصل عليها، ليست حتى يعني معلومات حكر على عالم أو على معهد أو على شيء لا يمكن إعادة عمله من قبل أشخاص آخرين. وبنفس الطريقة هذه، كيف عرفوا أن القمر يبتعد كل سنة 3 سنتيمتر و6 من عشرة؟ كيف عرفوا؟ طبعاً عملية قياس بعد القمر هذه عملية قديمة وليست بالشيء الجديد، وتمت بعدة طرق، منها عن طريق الراديو، وأنا تكلمت في هذا مراراً، منها عن طريق الراديو وعن طريق الرادار وعن طريق الليزر أيضاً. الليزر يمكن يعطينا أكثر النتائج دقة، لأنه طول الموجي صغير جدا للشيء اللي بنستعمله، فنسبة الخطأ تصبح صغيرة أيضا. ونحن نعرف أن الليزر أو قياس البعد عن طريق الليزر هي عملية دقيقة جدا، وأنا أعطي طبعا مثال حي يعني يستطيع الناس أن يجربه. عملية قياس الأبعاد بالليزر حاليا يعني معظم الناس المحترفين في قياس الأبعاد الداخلية خصوصا في المباني أو حتى الخارجية يعتمدون على جهاز قياس بالليزر، ما بيعتمدوا على متر مثلا للقياس، وطبعا يعطي نتائج أفضل حتى من القياس بالمتر. طبعا من هذا نعرف أن هذه الطريقة ناجحة، وهذه الطريقة تعتمد على سرعة الضوء والوقت الذي يحتاجه الضوء حتى يذهب وينعكس ويعود، وكمية الانعكاس هذه يعني تعتمد على مدى حساسية هذا الجهاز. والجهاز موجود ومتاح للبيع حوالي 30 أو 40 دولار، بإمكان الإنسان أو أي شخص أن يشتري مثل هذا الجهاز ويقوم بالقياس الداخلي. وإذا كان مش مصدق ممكن يجيب مقياس عادي متر معدني أو من هذه الأشياء ويقوم بالقياس بنفسه، سيجد أن النتائج هي نفسها. فعندما نستخدم نفس الطريقة لقياس الأبعاد خصوصا إلى أبعاد بعيدة مثل القمر، خصوصا أن هذه الأشياء يتم أيضا قياس فيها الأبعاد من الفضاء إلى الأرض، يعني مسافات بعيدة، ومن الأرض من جبال إلى أخرى مثلا ومن أماكن أخرى نفس الطريقة. الرينجينج هذا يحدث يتم أصلا هو يعني أساس عملية القصف الجوي للأسف، يعني عندما يقومون بعملية ليزنج إلى مكان معين فيقوم أيضا بتحديد المسافة والبعد ويعني اللازم والارتفاع الذي ستسقط منه مثلا قذيفة أو صاروخ. فكل هذه يعني لها مستويات دقة أصبحت يعني مذهلة، ومعرفتنا في بعد القمر يعني أصبحت
بهذه الطريقة عبارة عن يعني مجرد معلومات عامة. طيب هل هذا الشيء يعني حكر على مكان واحد أو على مكان معين؟ لا، هي ليست حكر، يستطيع أي إنسان في العالم أن يقوم بمثل هذه التجربة إذا امتلك طبعا القدرات الكافية والمعرفة في طريقة عمل هذا الشيء. مثل ما يمكن لأي إنسان مثلا أن يمسك آيباد ويصلحه، هل هو يعني تجد ممكن شخص يمسك آيباد ويصلحه وآخر لا يمسك آيباد ويصلحه؟ الفرق بينهم أن هذا متعلم وله خبرة وعنده الأدوات الكافية التي تسمح له بتشخيص المشكلة مثلا وتصليحها، وهذا لا يعرف. فمجرد أن تعطي هذا الشخص الذي لا يعرف التعليم الكافي والقدرات والأدوات التي يحتاجها، فيتساوى الاثنان في عملية أنه قدرتهم على إصلاح الآيباد. وبنفس الطريقة قدرة قياس بعد القمر، بغض النظر يعني طريقة الرادار احتمال هي أصعب حتى من طريقة الليزر، لأن الرادار يحتاج إلى معدات معينة وأجهزة تحسس أيضا معينة، وهي قد لا تكون متاحة للأغراض المدنية. ولكن طريقة الراديو مثلا متاحة للأغراض، يعني طريقة يستطيع فيها أي شخص مدني أن يقوم بعملية إرسال رسالة أو صوته مثلا إلى القمر وينعكس عن القمر ويرجع إليه ويقوم بقياس، إذا كان عنده القدرة على القياس الدقيق، قياس الوقت الذي سيحتاجه. ونحن كما أسلفنا وأثبتنا أننا نستطيع أن نعرف أو نعرف سرعة الضوء من هذه الأجهزة البسيطة التي تقوم بقياس المسافات الصغيرة، فما أننا نحن نعرف هذا الشيء بكل دقة، نستطيع أيضا هناك عن طريق موجات الراديو المنعكسة عن القمر معرفة بعد القمر. أما تجربة الليزر فأيضا تحتاج إلى بعض المعدات التي يمكن استعمالها، موجودة عند الجامعات، موجودة عند كثير من المراصد. مرصد ماكدونالد في تكساس يقوم بهذه العملية من حوالي 50 سنة يمكن. فلهذا السبب عندما يقول والله أن القمر يبتعد 3.6 سنتيمتر، هم على قمة الاستعداد والقدرة على إثبات هذا الشيء عمليا. طيب يقول لك والله الأرض تحركت خلال الفترة التي قاسوا فيها بعد القمر. طيب هي عملية بسيطة، أنت عندما تقوم بإرسال موجة رادار الجسم أيضا يتحرك خلال هذه الفترة، ولكنك ترصد الجزء الراجع، جزء من الموجة التي أسقطتها أنت على الجسم هي الجزء الذي عاد إليك، وتستطيع أن تقوم بمعرفة أن هذا هو بالضبط ما أرسلته وهذا ما عاد إليك، لأنك أنت الذي أرسلت بهذا التردد، وهو تردد غير موجود في الطبيعة. لهذا نحن نستعمله، ولهذا نستعمل مثلا الليزر، تردد غير موجود في الطبيعة بشكل أو بهذا الارتفاع في الطبيعة. فعملية القياس سهلة جدا، ليس فيها إشكال، ليس فيها يعني هذه العجب. طب تحركت أنت في مكانك؟ طب ما في مشكلة، أنت عندما تسقط ضوء حتى على الضوء هذا المتحرك، هذا الضوء يتشتت ويرجع إليك على في نقط كثيرة، ما في أي مشكلة أنك أنت خلال أن تستقبل هذا الضوء المتشتت الراجع حتى لو كان بكميات أقل. طيب لماذا لا نستعمل هذا على كل القمر؟ القمر يمكن أن يعكس لك الليزر حتى يعني على الأماكن التي ليست فيها عواكس الليزر، ولكن عواكس الليزر هذه الموجودة هذه تعطيك قدرة أعلى وبرسيجن، يعني وإحنا نتكلم عن القدرة الأعلى والدقة الأفضل في عمليات القياس. طبعا القياس العادي البسيط سهل جدا، ولكن عندما نقوم نحن بقياس على مستوى سنتيمترات من مسافة 400,000 كيلومتر، هنا تصبح عملية استعمال هذه العواكس أكثر نجاحا من استعمال فقط عكس ضوء عادي مثلا أو ضوء ليزر عن سطح القمر. ولكن يمكن، يعني الشيء ليس بالمستحيل عمليا. يعني كل الأشياء التي ذكروها في هذا المنشور عن كيفية معرفتنا مثلا لسرعة الضوء، نحن نعرف سرعة الضوء بكل دقة، وهي كل مرة تأخذ فيها أنت مخالفة على بسبب السرعة التي يصيدك فيها الرادار، هو لأننا نعرف سرعة الضوء ولأن الرادار هذا دقيق، وهذه المسافات التي نقوم بقياسها أيضا تعتمد على سرعة الضوء. نحن نعرف سرعة الضوء بشكل يعني لا يخره الماء. وإذا شخص حابب أنه يعمل تجربة يقيس فيها سرعة الضوء، التجارب موجودة على فكرة، ويمكن للناس العاديين وفي المختبرات وفي المعامل القيام بعمل يعني مثل هذه التجارب وتقديمها للناس. على العموم لا أريد أن أطيل في الموضوع كثيرا، العملية يعني ليست بتلك الصعوبة، وبإمكان
الكثير كما قلت أنا من الناس أن يقوموا بعمل نفس التجربة، حتى أن بعض البرامج الفكاهية الموجودة في أمريكا قد قامت بإعادة هذه التجربة من قبل الهواة الذين قاموا بعملية رصد القمر وقياس المسافة بينهم وبين القمر وبكل سهولة، بالإضافة يعني إلى الطرق الأخرى. على العموم أعتقد أن أي سؤال يبدأ لك كيف عرفوا كذا هي دليل أو شهادة من الشخص الذي يسأل أنه يجهل الموضوع، والشخص الذي يجهل الموضوع لا يسمح له أن يعطي رأيه في الموضوع، لأنه من لا يعرف الشيء لا يؤخذ بكلامه عليه. فقط تحياتي لكم، أراكم فيديو قادم.